والحمد لله وبجهود كوادرنا الفنية وبإشراف من الإدارة مباشرة بإنشاء شجرة لعيد الميلاد بمناسبة رأس السنة الميلادية المجيدة وبمناسبة أعياد إخواننا المسيحيين وأعياد النصر وانتصارات قواتنا وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني الشعب العراقي كافة وأهل الموصل خاصة بمناسبة إعادة رأس السنة الجديدة، وأتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة وإن شاء الله الأمن والأمان إن شاء الله يدوم على العراق والعراقيين، وإن شاء الله تعود الدنيا والموصل مثل ما كانت وأحسن، وأتمنى إن شاء الله الخير لكل العراقيين، والله من ربي يديم الأمن والأمان علينا وعلى كل الشعب العراقي. شو توصل الرسالة اللي خارج الموصل؟ والله أتمنى ويرجعون على الموصل وعلى العراق خاصة، يعني ما ضل شيء بعد، يعني الحمد لله الدواعش راحوا ولوا. الموصل تحت إن شاء الله ترجع بجهودنا وبتكاتفنا إن شاء الله ترجع الموصل، وأتمنى إن شاء الله كلهم يرجعون، ماكو شيء يعني داعي إنه يظلون خارج العراق، إن شاء الله نرجع نبنيها إحنا بيدينا إن شاء الله. الملك بتهنى على السنة الجديدة إذا عندك قرايبك أو أقربائك؟ والله أهني اللي خارج العراق. أهني أصدقائي وأهلي وكل أناسي وأهل الموصل عامة كلهم بمناسبة أعياد رأس السنة الجديدة، وأتمنى لهم حياة سعيدة إن شاء الله. ونتمنى الموفقية دائما ان شاء الله. والله نتمنى سنة جديدة تكون ان شاء الله سنة خير ومحبة وسلام وامن وامان واستقرار على كافة العراقيين والموصل والشباب، يعني كافي احنا متعبنا، ونتمنى ان شاء الله الصحة والعافية والرزق، واهم شيء الامن والامان، ويديم علينا الجيش العراقي بكافة صنوفه لان ابطال والنعم منهم. والله المنى تحب توصل التهنئه عبر قناه الموصل؟ والله الى كافه العراقيين واهل الموصل والى عمامي في بغداد واولاد عمي ببغداد، اوصل لهم تحياتي وسلامي واقول لهم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، وكل سنه وهم طيبين والعراقيين اجمع. زين، ما تتمنى يرجعوا للموصل؟ والله اتمنى الكل ترجع للموصل ان شاء الله، ليش ما اتمنى؟ بس هم اصلا مساكن بغداد، يعني بيهم يعني كانوا ساكنين بالموصل وطلعوا، كانوا ساكنين بالموصل طلعوا لبغداد، اتمنى ان شاء الله يعودون، لانه يعني صار هوايه، يعني احنا 3 سنين ما شايفيهم، نتمنى يرجعون نشوفهم ان شاء الله، هم وكل اهالينا بالموصل وكل من طلع من بيته ان شاء الله يرجع يا رب. طبعا بدايه نشكر قناتكم الكريمه الموقره، ونشكر الشعب العراقي، ونشكر الجهود الراميه القوات المسلحه اللي حررتنا من مكافحه الارهاب، والحج الشعبي الابطال اللي حررونا من الدواعش النذيرين القذرين الوسخين من مدينة الموصل. وأريد الشعب العراقي يتهنى سعادة، وأريد نطلب رسالة نوصلها لأخواننا المسيحيين أن يعودوا، لأنهم هم ملح الأرض، ملح الأرض، لو فسد الملح سيعد ملحته. والله الله يديم إن شاء الله الأمان ويرجع الناس اللي نسحت على بيوتها، وإن شاء الله جانب الأيمن يرجع مثل ما كان وأحسن، وأن يديم إن شاء الله بالصحة والأمان والعافية.